بعد نجاح عدة تجارب للتصدير نحو إفريقيا ودخول الجزائر منطقة التبادل الحر، ها هي 134 مؤسسة اقتصادية تنضم لتكتل هدفه اكتساح الأسواق الخارجية تحت مسمى دار إفريقيا للتصدير. هي تعتبر منصة تجارية اللي رايحة تساهم بطريقة فعالة وبطريقة يعني آنية في حل إن شاء الله يا رب العالمين يعني امتثالا لقوانين الجمهورية. طبعا راح تكون همزة وصل ما بين المصدرين الجزائريين وكذا يعني هذه الإدارات والأسواق الإفريقية. التكتل الاقتصادي الجديد سيفتح الباب أمام المؤسسة الاقتصادية لولوج أسواق جديدة وبالتالي رفع قدراتها الإنتاجية وترقية المنتجات والمواد الأولية المحلية. وحدات الإنتاج تقريبا 50% من قدرتها الإنتاجية غير مستغلة. فالسوق الأفريقية هي المجال الوحيد اللي تخلينا كمنتجين نستهلكوا أو نقوم باستعمال واستغلال هذه الطاقة الغير مستعملة. المنتج الجزائري معروف منذ الاستقلال هو مؤسسات عائلية، مؤسسات صغيرة، ولكن تنتج المنتوج بنوعية عالية، ولكن كي يكونوا بزاف مؤسسات ويكونوا يعني جروبمون، يقولوا جروبمون، ينتجوا يقدروا يصدروا المنتوج الجزائري بمادة أولية جزائرية وسافوار فير جزائري كذلك يعني. التكتل بين المؤسسات من شأنه رفع القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين. نظن باللي البيروقراطية راهي غطات بزاف أمور اللي ما تخليناش احنا نخرجوا بالسهولة، والتعطيل هذا خلات الشركات يعني تعطلوا باش يخرجوا يعني كما نقولوا المواد اللي هو مصنعة في الجزائر. نظن باللي اليوم بالك دار إفريقيا للتصدير يعني راح تعاون بزاف شركات اللي ما يحبوش يديروا الاكسبورتاسيون. دار افريقيا للتصدير خطوه مهمه لجمع المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات المحليه ومواجهه التحديات التي تقف في وجه المصدرين.